حظي منتخب البحرين الأول لكرة القدم باستقبال رسمي وجماهيري كبير بعد عودته مظفرا بلقب البطولة الخليجية 24، وذلك في إنجاز تاريخي غير مسبوق لكرة القدم البحرينية. عادوا إلى أرض الوطن والعود أحمد، محملين بالذهب في عصر الذهب، هم أبطال كأس الخليج العربي 24. هم فرحة الوطن التي ارتسمت على محيا الكبار والصغار، وشهدت فرحتهم شوارع البحرين التي اكتظت بمستقبلي أبطال الخليج احتفاء بكأس عانقت أرض الوطن لأول مرة في تاريخه. المحرق استقبلت أبطال الخليج بالترحيب، وحملتهم المنامة على كفوف المحبة، وهتفت لهم مدن عيسى وحمد وزايد لترفع الرفاع لهم راية الفرح وتزفها للصخير التي ترجل فيها أبطال الخليج ليلقوا الكثير من الترحيب والوفاء. وفي رحاب حلبة البحرين الدولية احتفى أبناء البحرين بفريقهم الوطني الذي أبى أن يعود إلى الوطن خائبا، وكانوا على موعد مع الذهب في عصر الذهب ليتذكرهم التاريخ ويكتب بحروف من ذهب أنهم استحقوا اللقب بجدارة.